عيون جل مغمرات يا حي مركب التوفيق والسداد والنجاح. ينطلق شوطنا السابع لفئه الابكار المشتركات والمسافه المقرره 1500 متر. الروح مع الصدار ومع المركز الاول الكايده السهيل بن خيرات بالدوده العامري على الصدار وعلى المركز الاول. اما ثاني المراكز مشكوره السهيل بن محمد راعي الشيق العامري على ثاني المراكز. اما ثالث المراكز اليذابه علي بن مسفر بن علي الخيلي على رابع على ثالث المراكز. لكن نعود مع الصدار ومع المركز الاول نعود مع الكايده السهيل بن خيرات بالدوده العامري على الصدار وعلى المركز الاول. اما ثاني المراكز مشكوره السهيل بن محمد راعي الشيق العامري على ثاني المراكز. والمركز الثالث اليذابه علي بن مسفر بن علي الخيلي على ثالث المراكز. لكن نعود مع الكايده الله 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 الكايده بدون اي اوامر بدون اي تعليمات والعصافة الاوطان السهيل بن خيرات بالدوده العامري. لكن شوف اللي غاد معنا ثاني المراكز مشكوره السهيل بن محمد راعي الشيق العامري. الله 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 والمحاولات من اليذاب علي بن مسفر بن علي الخيلي. لكن نعود مع الكايده اللي على الصدار وعلى المركز الاول واليذاب قادمه. الله 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 الكايده السهيل بن خيرات بالدوده العامري والمحاولات من اليذاب علي بن مسفر بن علي الخيلي على ثاني المراكز. لكن الكايده ما تسلم الكايده عصاها الابطان. الله 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 السهيل بن خيرات بالدوده العامري يضيف النقطه الرابعه في صباح هذا اليوم السوبر هاتريك. الكايده والمحاولات من اليذاب علي بن مسفر بن علي الخيلي. لكن خلاص تهانينا والناموس من هذه اللحظات نزفها للسهيل بن خيرات بالدوده العامري بمناسبه فوز الكايده حصوله على المركز الاول النقطه الرابعه في صباح هذا اليوم. تهانينا والناموس. اما ثاني المراكز اليذاب علي بن مسفر بن علي الخيلي. اما ثالث المراكز مشكوره السهيل راعي الشيق العامري. تهانينا والناموس الى السهيل بن خيرات بالدوده العامري بمناسبه فوز الكايد وحصوله على المركز الاول. دقيقتين 17 ثانيه. تهانينا والناموس.